يا صباح البونجور، ازيكم يا حلوين؟ بما ان احنا في الشتاء وخلاص داخلين على الكريسماس وراس السنة، فخلونا نبتدي نعمل مع بعض حاجات بمناسبة السيزن ده. تعالوا نعمل مع بعض سنومان الجميل قوي ده. علشان نعمل السنومان هجيب المودلينج بيست بتاعتي اللي لونها ابيض، وهعمل حتة للراس وحتة اكبر منها للجسم. هشكل الحتة بتاعت الجسم الاول عشان على ما اعمل الراس يكون الجسم ناشف شوية. طبعا محتاجة اتأكد انها كورة ناعمة ما فيهاش اي كراكس، واخليها شكل بيضاوي شوية بالشكل ده كده، بالشكل ده. راسه عايزاها تبقى كورة وهشوف كده اذا المقاس تمام. المقاس تمام. هسيبها شوية دلوقتي جنب الجسم لحد ما الجسم ينشف شوية اكتر، علشان لما اجي احطها فوقيه ما ينزلش لتحت. المناخير بتاعت سنومان دايما بتتعمل بجزرة، فاحنا معانا موديلينج بيست لونها اورنج. هعملها على شكل كورة وبعدين هخليها طويلة كده، هطولها طبعا من ناحية، ارفع من ناحية علشان تبقى شكل الجزرة، وممكن اديها حركة كده، ممكن ان انا اديها شوية خطوط كده عشان تبان زي اكنها جزرة بجد. بالشكل ده. وبعدين هاجي في وش سنومان تحت نص الكورة على طول، ممكن اعمل علامة بالبول تول هنا كده عشان يبان عندي انا فين عايزة احط الجزرة. بعدين طبعا محتاجة لشوية مية، وحلزق الجزرة بتاعتي بالمنظر ده. هي طلعت طويلة حبتين بس مش مهم. علشان العينين هستعمل اللولي الاسود، انا دايما بحب استعمل اللولي الاسود عشان فيه لمعة كده حلوة. لكن طبعا لو ما عندناش اللولي الاسود ممكن ان احنا نستعمل الموديلينج بيست اللي لونها اسود، نعمل كورتين صغيرين كده لونهم اسود ونستعملهم مكان العينين برضو بالبول تول او بظهر الفرشة. هعلم علامة كده صغيرة مكان العينين هنا. الحركة دي بتسهلي ان انا لما باجي ألزق ما بقعدش أوازن المفروض أحط فين، لأن أوريدي أنا عملت العلامات فبلزق بسهولة. هحط فيهم مية وبعدين ألزق العينتين بالشكل ده. ممكن كمان اعمل ايدين لسنومان، دي حتتين قد بعض. هشكلها الاول على شكل كورة وبعدين هرفعها من ناحية بالمنظر ده، وهعمل التانية زيها بالظبط بالشكل ده. هاخد جسمه هحط مية من الناحية دي ومن الناحية دي، وحلزق ايد كده.
وايد كده بالشكل ده. طيب بعد كده عايزة اعمل سكارف وايس كاب لسنومان وهعملهم زي كأنهم تريكو، فهاخد لونين مختلفين وعايزة اعملهم حبال طويلة رفيعة جدا. انا خلصت لف اللونين عملتهم رفيعين جدا زي ما انتوا شايفين، دلوقتي هلفهم على بعض. انا عندي زي ما انتوا شايفين انا قسمتهم اتنين، ده هلفه ناحية بره وده هلفه ناحية جوه. وبعدين هنحطهم جنب بعض بالشكل ده ونلزقهم. احنا ممكن دلوقتي نلزق الراس على الجسم بشوية مية، ممكن نبطط الحتة دي كده وناخد الراس ونلزقها بالشكل ده على الجسم. بعدين نشوف السكارف بتاعتنا هتبقى قد ايه، تقريبا قد كده. هاخد سنومان وعلى الجسم هحط مية وهلف السكارف عليه بالشكل ده واقفلها من ورا. بعد كده علشان الايس كاب بتاعته جبت الحبال اللي انا عملتها دي ولزقت كذا واحد منهم جنب بعض، وهجيب بس كسايز جايد قطعه على شكل دايرة وهقطع الزيادة وهلزق دول بالمنظر ده. وبعدين هجيب حتة من لون منهم بشكل كورة كده وحتة بشكل طويل، وهجيب توث بيك وهفضل اخرم فيهم بطريقة عشوائية كده. اجيب الحتة الصوف اللي انا لسه عاملاها وهلزقها وبجيب الكورة وبرضو هلزقها في نص الايس كاب بشوية مية. انا كمان بحب اعمل السنومان خدود حمراء، دي الوان بتتاكل بنعمل بيها ميك اب وبنلون بيها كمان الورد علشان نديله ايفكت طبيعي. فهاخد من اللون الاحمر ده شوية على منديل بالفرشة، انا محتاجة شوية صغيرين جدا، وهاخد سنومان ويدوب انا عايزة على حرف الفرشة حبة صغيرين جدا، ولو احتجت هبقى ازود تاني، بس الاول هبتدي بحبة صغيرين قوي والناحية التانية ده شكل سنومان النهائي. يا رب يكون عجبكم،
استنوا لسه كمان هعمل حاجات تانية عن الكريسماس والنيو يير. مستنية شكل سنو مان اللي انتوا كمان هتعملوه، ما تنسوش تبعتولي في الكومنتس، هكون مبسوطة جدا ان انا اشوف الحاجات اللي هتعملوها. وكمان اكتبولي اقتراحاتكم، حابين اعملكوا ايه عامة في الكيك ديكوريتينج. وما تنسوش تعملوا لايك وفولو وسبسكرايب على فيسبوك وانستجرام وتيك توك ويوتيوب. ما تنسوش كمان تعملوا شير للحلقة علشان كل الناس تتعلم معانا يعملوا حاجة جديدة السنة دي للكريسماس وللنيو يير. ميرسي، باي باي.